مساء الخير، معاكم بولا أسامة من شركة نيو ستارت التصوير العقاري. احنا النهاردة بنكلمكم من جوه مشروع خاص بمستشفى الدار الفؤاد. هو مشروع البرج الأطباء، هو يعتبر فرصة كويسة جدا للدكتور، ولو حابب ان هو يشغل او حابب كمان ان هو يستثمر، فيعتبر من احسن الفرص الموجودة في المجال الطبي حاليا. بنتكلم ان المشروع دلوقتي هو جاهز للتسليم، يصلح للتمويل العقاري، يصلح للتشغيل من اول يوم. كمان خاصة هو كمان معاه بيمنت بلان حلوة جدا، بيكون من اول 50% مقدم، ومعانا فترة سداد كويسة برضو. ويعتبر من كأسعار، ما نيجي نتكلم كمان في الاسعار، هي من احسن الاسعار الموجودة حاليا لو هنقارن بالاماكن القريبة للوكيشن بتاع مستشفى دار الفؤاد اللي هو الخاص بمدينة نصر. فكملوا معانا بقية الفيديو، هنتكلم في التقسيمة بتاعة البرج هيكون عامل ازاي، في الخدمات اللي بيقدمها البرج، وكمان في الفيوهات المتعددة للمشروع. فكملوا معانا الفيديو عشان تعرفوا بقية التفاصيل. وزي ما انتم شايفين كده، ده اول فيو اللي احنا بنتكلم فيه، فهو الفيو بتاع العياده دي. هو باصص معانا على حديقه الغابه، وبرده في رؤيه ليه على طريق النصر، وبالاضافه لنادي الزهور، وكمان النصب التذكاري. فهو الفيو من العياده اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي يعتبر فيو من احسن الفيوهات الموجوده في المشروع. هو لو في مريض قاعد وشايف المنظر دوت، فهو فيو مريح للاعصاب. وفي نفس الوقت برضو العياده اللي احنا بنتكلم منها دي هي مش الفيو في اوضه دي بس، احنا كمان عندنا اوضه ثانيه، تمام، ممكن تكون اوضه كشف او ايا كان على حسب ما يستغلها الدكتور، برضو مستغله نفس الفيو. وطبعا اول حاجه نيجي نتكلم فيها هو ايه اللي هيهمه الدكتور هو جاي يشتري في حاجه زي كده. فطبعا اي دكتور بيبص للكثافه السكانيه اللي موجوده في المنطقه اللي حواليه، فيجي مثلا نتكلم في اللوكيشن بتاع المشروع. فهو موجود ما بينه وبين العباسيه او وسط البلد، بنتكلم في حوالي تلت ساعه ما بينه وبين، هو يعتبر في قلب مدينه نصر، ما بينه وبين مصر الجديده حوالي 5 دقائق، ما بينه وبين القاهره الجديده حوالي تلت ساعه. فهو اللوكيشن يعتبر قريب من كذا منطقه سكنيه، وكلها طبعا عمرانه من دلوقتي وكلها حيويه من دلوقتي. فدي طبعا اول حاجه بيهمها الدكتور. تاني حاجه ممكن يبص ليها والخدمات اللي هتقدم له هو كدكتور او حتى كمريض، الناس اللي هتجايه له، المعامله اللي هم هيتعاملوها، الخدمه اللي هتقدم لهم هتكون عامله ازاي. فاول حاجه هنيجي نبتديها بالمبنى. فالمبنى بيكون معانا مكون معانا من 3 ادوار بيزمنت، وبعد كده 8 ادوار فوق. بيكون البيزمنت بيسيح حوالي 600 عربيه، فدي طبعا حاجه مهمه جدا لو جاي لك عدد مرضى او ايا كان الكابستي اللي موجوده، فالكل هيكون ليه اماكن، مش هيكون في مشكله خالص في النقطه دي. وكمان ده بالنسبه للمرضى. بالنسبه للدكتور، ففي البيزمنت بتقدم له كمان ميزه حلوه قوي، ان هو عن طريق التليفون ممكن ان هو يكون جاي حد بيسيب له المفتاح العربيه، وحد بيركن له العربيه، وبعد ما يخلص شغله ممكن يسيب تليفون يجي يقول له ان انا خلصت الشغل، حد بيطلع يجهز له العربيه لحد الباب الباركينج يقدر ان هو ياخدها ويمشي على طول. فكده نتكلم بالنسبه للخدمات اللي موجوده في الدور الارضي. بالنسبه للمدخل بتاع المشروع، فهو بيكون لكل دكتور موجود فيه اسم ليه ومواعيد
مواعيد العياده بتاعتكم مفتوحه من كام لكام، هو دلوقتي موجود ولا لا، وكمان كام مرضى كمان مستنيينه. ده يعني لو حد او مريض معدي داخل ووكينج على طول، دي الخدمه اللي هتتقدم له. كمان بالاضافه في نقطه ذكر الاسامي، ان هو هيكون الدكتور هيكون ليه كارت كمان في المجلس الطبي الخاص بمستشفى دار الفؤاد، ويقدر ان هو كمان يكون ليه زي عياده تايم شير يعتبر مع دار الفؤاد. فدي طبعا ميزه مهمه جدا، ان اي دكتور يتمنى ان هو طبعا يكون ليه زي مكان او عياده خاصه جوه دار الفؤاد ذات نفسها. فنيجي نتكلم كمان في الخدمات، فهو عنده كمان 4 أسانسير بيسيح حوالي 10 افراد. نيجي نتكلم فوق في الخدمات، او ميجي يستلم العياده، فهو بيستلمها متشطبه بالكامل، بيكون فيه طبعا كذا مساحه، بيكون ليه كوفي كورنر، بيكون فيه عيادات بيكون فيها حمامين، في عيادات بيكون فيها حمام واحد على حسب طبعا المساحه، وباختلاف طبعا الفيوهات. فاحنا هنلاقي في فيو هيكون موجود على الجاردن، في فيو على المنصه، في فيو على المونوريل، في كمان فيوهات داخليه جوه المستشفى. بالاضافه كمان ان هو كمان يقدر ان هو يعمل تبادل خبرات او تبادل معلومات مع عيادات كليفلاند. فلو هو مثلا معاه حاله ممكن يكون فيها نقطه فيها مش فاهمه او حاجه زي كده، اشعه، تحاليل، ايا كان، يقدر ان هو يبعتها للمستشفى وهم ينصحوه او يدوا له ان هو يتعامل ازاي مع الحاله ديت.